طيب خلينا ناخد الترند الاهلي ونشوف ايه الاخبار اللي اتكتبت على النادي في السوشيال ميديا، ونبتدي برابطه الانديه المحترفه وحسابهم على تويتر واللي بيعلنوا فوز محمد شريف بلاعب الجوله ال 22 من بطوله الدوري. والشريف كان تالق في مباراه المحله بصراحه، ساهم في ضربه جزاء وجاب هدف الفوز في الدقيقه 92، فيستحق، ونشوف ان هي دفعه كويسه للشريف ان شاء الله ان هو يرجع حساسيه التهديف ومستواه المعهود باذن الله تعالى. نروح لحساب كوره بلس على تويتر وبيقولوا غيابات الاهلي المحتمله امام بيراميدز في كاس مصر، مين بقى الغيابات؟ هم بيقولوا ويعني ده الواقع، قال لك علي لطفي، علي لطفي خلاص موجود، علي معلول موجود، حمدي فتحي لسه في شك، علي ديانج موجود، محمد عبد المنعم موجود، لويس مكيسوني بعيد، احمد عبد القادر لسه، ايمن اشرف من الوارد يكون في يعني انفراجه في موضوع اصابته النهارده، هنشوف حسب يعني كلام الدكتور، عمار حمدي لسه شويه طبعا، واكرم توفيق لسه شويه. يعني في بعض الغيابات بتكون معتاده بسبب الاصابات الطويله يعني. خلينا نروح لخبر اخر من خلال حساب الوطن الرياضي على فيسبوك، واللي بيتكلموا على ان طاهر محمد طاهر موقفه هيكون ايه من مباراه بكره، طاهر خلاص جاهز للمباراه بعد ما كان اشتكى من الام في العضله الخلفيه، فالراجل بيتمرن بشكل عادي وموجود، وبشوف ان تواجد طاهر في الفتره الحاليه يعني مهم جدا، لان الراجل ماشي بشكل كويس جدا جدا على مدار الفترات اللي فاتت، وفي وجهه نظري كان افضل لعيب في النادي الاهلي في نهائي افريقيا قدام الوداد، وكان افضل يعني هو افضل لعيب النادي الاهلي في المرحله دي الحقيقه يعني. فتواجده في مباراه مهمه زي بكره هيكون شيء جيد يعني، فطاهر موجود خلاص. خلينا نروح لخبر اخر من خلال سبورتس 360 وبيقولوا القيمه السوقيه للاهلي وبيراميدز، الاهلي 31 مليون يورو و800 الف، وبيراميدز 17 مليون و900 الف يورو، فقيمه الاهلي السوقيه اكبر يعني، خصوصا ان بيراميدز استراتيجيتهم اتغيرت شويه على مدار الفتره السنين القليله السابقه. طيب الصفحه الرسميه اليوم السابع على فيسبوك نشروا حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش لخلافة موسيماني، وكشف مصدر في الأهلي أن نادي رفض التعاقد مع كيروش لأنه يجيد العمل في المنتخبات وليس الأندية. ما تستعجلوش يا جماعة على موضوع المدرب كيروش، طبعا يعني مش عايز برضه أقول أنه خارج الحسابات أو لا، عشان ده يبقى إعلان رسمي مننا، احنا ننتظر دايما الإعلان الرسمي من قبل النادي عن طريق قناته الرسمية ومن خلال موقعه الرسمي، ونشوف إيه اللي هيحصل، لكن مؤكد إن الناس شغالة على الملف ده بشكل قوي جدا، وبيحاولوا يجيبوا المدير الفني الأنسب للأهلي على مدار فترات طويلة مقبلة مش فترات قصيرة إطلاقا. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في اختيار المدرب الأنسب. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات أخرى من حلقة الترند النهارده. يلا